اختار الاتحاد البرلماني الدولي معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب لرئاسة الجلسة العامة التي تحمل عنوان تعزيز دور البرلمانات في القانون الدولي، والمنعقد حاليا في جمهورية صربيا ضمن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي 41%. وقد جاء اختيار رئيسة مجلس النواب وبالإجماع تأكيدا للإنجازات الحضارية والعصرية المتميزة لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتقديرا لدور الشعبة البرلمانية البحرينية وإنجازا دوليا جديدا للمرأة البحرينية والدبلوماسية البرلمانية. كما يأتي هذا الاختيار باعتباره الأول من نوعه طوال مشاركات وفود الشعبة البرلمانية في المحافل الدولية منذ عام 2002. وقد أشادت الوفود البرلمانية المشاركة بدور الوفد البرلماني البحريني وفي رئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في إدارة الجلسة العامة وإثراء المناقشات بالعديد من التوصيات والمبادرات التي سيتم رفعها للاتحاد البرلماني الدولي لعرضها على جدول أعمال اجتماعات جلساته المقبلة.